بشكركم هذا الاستديو فيرتوال استديو وطبعا من تصميمي اوكي وايضا من برنامج انا بقدر اتحكم فيه. طبعا هذا الاستديو ممكن يكون لايف ممكن يكون ريكورد زي ما انتم شايفين وراي سكرين. هاي السكرين ممكن اخذ عليها اي يعني ماده فيلميه فيديو او جرافيكس او حتى اتصال خارجي سكايب او زوم. فهذا السكرين يعني متحرك تمام ممكن نحركها في برنامج ثاني برجع بورجيكم اياه مره ثانيه. اوكي زي ما انتم شايفين في عندي هون بالساحه هاي رح يطلع جرافيكس رح يطلع 3 دي اوبجكت كلياته هذا ممكن اتحكم فيه انا عن طريق الكمبيوتر. ممكن اي شيء برنامج نطلع عليه اللقطات فحبيت اورجيكم اياه. شكرا كثير لكم يعطيكم العافيه.